تمام. نبدأ بدايتنا. استقرار تام للحياة العاطفية عندك يا برج العقرب، بداية جديدة مع حب جديد، هيغير كتير من حياتك، هيغير كتير من قواعدك ومبادئك في الحب والسيطرة، وكل الحاجات دي هتتغير. حب جديد، بدايات جديدة، حياة سعيدة إن شاء الله. الحب القديم خلاص هو شاف نفسه أو خلاص عاش حياته، وانت الجزئية اللي باقية عليك ان انت تعيش انت كمان حياتك، وما تفضلش حابس نفسك جوه اطار العذاب والانتظار. تمام. ده الجزء من اعضاء او مواليد برج العقرب، اللي الحبيب بالفعل شاف حياته، يعني راح اتجوز، راح خطب، عاش حياته العاطفية مع حد تاني، فما فيش داعي ان احنا نبقى قاعدين لسه بنستناه وحاطين ايدنا على خدنا. في لنساء برج العقرب حظ كويس جدا 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 ومرتفع في الايام اللي جاية. هيشوفوا حاجات كتيرة جدا هتغير مفهومهم تماما. في نشاط أسري وفي نشاط عملي، يعني انت لو انت برج العقرب وعندك شغل فيه ركود او فيه واقف شوية، او فهيكون في نشاط وحماس وإنجاز وتقدم وترقية وحاجات كتيرة حلوة قوي مستنية نساء برج العقرب في الفترة دي. بالنسبة للي يعني من برج العقرب متأخرين في الزواج، في تحكمات كبيرة قوي من الأهل، خايفين عليهم، خايفين من إنهم يدخلوا تجربة وتكون فاشلة، خايفين من إنهم يسيبوهم، ف يعني كان في جزء أنانية فخلوهم جنبهم لحد ما يعني أوشك القطر إن هو يفوتهم. فهنقول إن هيكون في تغيير لوجهة نظر الأهل، وهيكون في إن شاء الله بدايات جديدة ليهم، وانتظار لفارس الأحلام أو فتاة الأحلام اللي جايين لهم إن شاء الله، وهتكون يعني في لقاءات سعيدة. إن شاء الله إن شاء الله. بالنسبة بقى لرجال برج العقرب واللي حاسين بالإحباط واللي حاسين بضيق الحال واللي حاسين إن الدنيا مقفولة في وشهم وقاعدين ما بيعملوش حاجة غير انهم شبه بيندبوا حظهم او بيبكوا على اللبن المسكوب، انا ما عملتش، انا ما سويتش، الحالة واقفة، الحياة واقفة، اعمل ايه، اجيب منين، ظروف حظر وظروف ضيقة وظروف مطالب ومصاريف. احب اقول لهم ان بشراكم باصلاحات اقتصادية ليكم ان شاء الله، وهتشوفوا كل الخير ان شاء الله. أيام سعيدة إن شاء الله جاية عليكم، ولكن الأمر لا يخلو من المناوشات ومن بعض الأشخاص اللي بيحاولوا زي ما بيقولوا يصطادوا في المية العكرة، بيحاولوا إن هم يتكلموا عليكم ويشوهوا صورتكم ويبوظوا عليكم حياتكم. معظم الوقت انتوا عارفينهم، عارفينهم كويس، ولكن ما تقدروش إن انتوا تبعدوا عنهم، ما تقدروش إن انتوا تشيلوهم من حياتكم، لأنهم في أغلب الأحيان بيكونوا أشخاص قريبين جدا. فأنا أحب أقول لكم إن إن شاء الله هيكون ليكم إصلاح مادي، والإصلاح المادي ده هتدوا منه للأشخاص ده، وزي ما بيقولوا كده اطعم الفم تستحي العين، فهم هياخدوا الفلوس ويسكتوا وتتقطع لسانتهم عنكم لفترة ويبعدوا أذاهم عنكم. كمان في فرصة للحمل بالنسبة للمتأخرين في الحمل أو الباحثين عن فرصة للحمل، هيكون في فرصة كويسة جدا في بداية شهر يونيو لحدوث الحمل، تأسيس لحياة جديدة وشراكة جديدة في الحياة من ناحية العمل ومن ناحية العاطفة، شراكة جديدة، بني آدمين جداد، حب جديد هيدخل حياتكم. بالنسبة للشراكة فشراكة مع إنسان طيب
بيحاول ان هو يحسن من دخلكم، وحاسس ان انتوا افكاركم طيبة وافكاركم كويسة وعندكم مجهودات هتقدروا تفيدوه بيها، فهو عايز يعمل شراكة معاكم علشان يستفيد من مجهودكم ده. فرص كتيرة قدامكم ومعروضة عليكم يا برج العقرب، وانتم المفروض ان انتم بتتخيروا افضلها وقاعدين بتتخيروا، طب اسيب ده، طب اخد ده، طب اسيب ده. طب انا بنصحكم ان انتم تستعجلوا وتختاروا بسرعة، لان ممكن كتر الاختيارات وكتر الوقت اللي انتم بتاخدوه هيضيع منكم كل الفرص. بعضكم اتعرض في الفترة اللي فاتت لخيانة وغدر وبعد من الأحباب، حسيتوا بالألم، حسيتوا بالضياع، حسيتوا بالفقد الشديد. بدايات جديدة في أرض جديدة بناس جديدة إن شاء الله. في بعضكم مكتوب له السفر أول بس ما الدنيا تتفتح، وهيلاقي أشخاص جداد بإمكانيات جديدة بحب جديد بعلاقات جديدة إن شاء الله هتكون سعيدة عليكم يا برج العقرب. خلينا نشوف بالنسبة لأحبابي وحبيباتي المطلقين والمنفصلين من برج العقرب، بالنسبة لكم، بالنسبة للمطلقين ومأخد منكم حاجتكم ومأخد منكم حقكم ومستحقاتكم وكل الحاجات دي، أفضل إن أنتوا تلجأوا للقضاء، لأن في حالة لجوءكم للقضاء ففي استفادة تامة وفي رجوع لحقوقكم الضايعة. بالنسبة ل اللي اتعرضوا زي ما بيقولوا كده للمكايد وللنهش في كلام، وان هم الناس تقعد تنهش فيهم بالكلام وتأذي في جسمهم وتأذي في بدنهم وتأذي في عرضهم كمان اذا كانوا رجال او نساء، فاحب اقول لكم ان ربنا كاشف الامر ان شاء الله وهيرد كدهم في نحرهم وهيجيب لكم حقكم. بالنسبة لوقوف الحال، حاسين ان الدنيا مقفولة مطبوقة عليكم، متضايقين جدا، مخنوقين، ما انتوش عارفين تلاقوا طريق ان انتوا ترجعوا لحبايبكم. بالنسبة للمنفصلين والميالين للرجوع مش لانهم يقدم او انهم يدخلوا في علاقة جديدة، حاسين ان الدنيا مقفولة عليكم وان الارض كلها مقفولة مش لاقيين مدخل للحبيب، قافل الدنيا كلها، مش عايز ابدا يتواصل معاكم. احب اقول لكم ان ان شاء الله هيكون ربنا هيهديه وربنا هيهديها وهيفتحهم المكالمات او الاتصالات في حالة ان العلاقات بينكم كانت مجرد انفصال او طلاق لازمات خارجية مش لازمات بينكم وبين بعض انتم شخصيا، فان شاء الله يكون ليها حل. بالنسبة بقى لحبايبي وحبيباتي ونور عيني العزاب ومتأخرين الزواج من برج العقرب، خلينا نقول ان لكم انتصارات كبيرة جدا ولكم تحقيق لأمانيكم العزاب والمتأخرين في الزواج، في لكم انتصار على مجال العمل وعلى مجال الدراسة. اما بالنسبة للمجال بالنسبة للزواج فلسه الانتظار هيطول شوية، معلش بين لحظة والتانية ربنا بيخلق اللي ما بنعلموش وممكن يبعت لكم اللي انتوا بتتمنوه، بس خلينا نركز على انكم نشاطاتكم والماديات والعمل والدراسة هتكون ناجحة ان شاء الله. واللي منكم اتعرض لعلاقة حب في فترة سابقة فالحبيب الماضي ده او يور اكس بيفكر فيكم وعايز يرجع، بس المسألة محتاجة صبر. خلينا نقول كده كويس تاني وتالت وعاشر. خلينا نشوف قراءتكم العاطفية بتقول ايه يا برج العقرب. خلينا نقول بالنسبة لبرج العقرب، خلينا نقول ان في صبر صبر صبر، لان انتم بجد نفوذين قوي بتنرفزوا والصبر بتاعكم بيخلص بسرعة، ففي اولا ان انتوا تلجأوا لربنا وتتمسكوا بحباله قوي 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 علشان يبعت لكم اللي انتوا بتتمنوه، فان شاء الله في ليكم خيرات كتير.
زي ما احنا قلنا يور اكس او الحبيب الماضي او الحبيب من الماضي او الحبيب السابق بيحاول ان هو يرجع، وهيبعت لكم رساله وهيعرفكم ان انتوا لسه في مخيلته ولسه في باله بيفكر فيكم وعايز يرجع، وبيكون ليكم حريه التصرف ساعتها والاختيار ما بين الرجوع ليه وما بين الدخول في علاقه جديده. في حب كتير ورومانسيه كتير هيكون في شهر 6 ليكم.